السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي حاجة جديدة في كانفا، حاجة اسمها فونت فريم. الميزة دي هتعجبكم إن شاء الله، اللي هو إن أنا أكتب كلمة من خلال صورة. تمام، بختار هنا المقاس ونشوف الإمكانية ديت. أي مقاس بقى، يعني أختار الكلام اللي أنا عايز أكتبه عربي أو إنجليزي، وأختار الصورة. فهو يبدأ إن هو يوصل الصورة على حسب الكلام اللي مكتوب. فطبعا دي كانت بتاخد مننا وقت كتير، بقت خلاص موجودة جاهزة. حتى لو انت في اي صورة من صور الكانفا، ممكن تيجي هنا من الابس وتختار التولز ديت، اسمها فونت فريم. تمام، فبيقول لي اختار الصورة وبعد كده اختار الكلمة اللي انت عايزها. فانا هختار الصورة. وليكن مثلا الصورة ديت. تمام، هو يبدأ بقى ان هو يدرسها ويشوفها والحاجات دي كلها. وهكتب له مثلا مثلا غزة. شوف هو اوتوماتيك بيبدأ يكتبها، بس انا عايز اشوف بالعربي هيعرف يعملها ولا لا. غزة، انجد غزة. تمام، الصورة انا شايف ان فعلا اسود فمش واضحة، فخلينا نختار صورة تانية عشان بس تبان معاكو الفكرة. اي صورة بيعملها ابلود ويبدأ ان هو يقص الصورة ديت. خلينا نختار الصورة دي مثلا، بس هو اوتوماتيك بيبدأ ان هو يقصها. طيب بعد كده ممكن تغير السكيل بتاع الصورة. تمام، تدخل هنا في السيتنج فتغير الفونت، تختار فونت تاني. تمام، وتغير السبيس بين الكلام، تغير الاوت لاين. بعد كده تقول له اد تو ديزاين، فياخد الصورة كوبي يحطها لك هنا.